انضم الينا من الخرطوم احمد العربي مراسل الغد. يعني احمد، هل لك ان ترصد لنا ردود الفعل على ما خرجت به اجتماعات القاهره بين الاطراف السودانيه؟ ماذا يقول الشارع السوداني؟ هل هم متفائلون؟ نعم، يعني الشارع السوداني بالتاكيد يود ان يكون الاتفاق شاملا ولا يخصي احدا، وان يتضمن اهم ما جاء في هذا الاتفاق، ان يتضمن السلام والانتقال من مرحله الحرب إلى مرحلة السلام ومرحلة التعمير والتنمية، خاصة للمناطق التي تأثرت كثيرا بالحرب التي كان أمدها طويل جدا. لذلك الشارع السوداني يترقب أن يكون الجميع قد اتفقوا وقد توصلوا إلى صيغة مرضية لإسكات صوت البندقية تماما. لذلك الشارع يتطلع دائما إلى حل، إلى أن تدخل جميع مكونات المجتمع المدني والمجتمع العسكري في هذا الاتفاق، لتلحق بالاتفاق الذي من المزمع توقيعه بصورة رسمية. لذلك الشارع السوداني يترقب في أن تعلن القوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية والحركات المسلحة أنها قد اتجهت بالفعل بكلياتها وبكامل الرضا إلى عملية السلام والانتقال السلمي. نعم. طيب، ما هي أبرز المخاوف أحمد، أبرز المخاوف في الشارع السوداني نتيجة لهذه الاجتماعات، في ماذا تتمثل؟ يعني الشارع يخاف من أن تفشل الاجتماعات أو أن تخرج بصيغة تخرج الجبهة الثورية أو الحركات المسلحة من المنظومة التي تعمل الآن على عملية إحلال السلام والتغيير في السودان. هو يخشى أن تخرج هذه المكونات باعتبارها واحدة من المكونات الأساسية والتي يمكن عن طريقها يعني إنهاء الحرب وبداية السلام. لذلك يخشى أن يحدث ما لا تحمد عقباه، خاصة أن موضوع السلام هو من المواضيع المهمة جدا. الكثيرين الذين تأثروا بالحرب، تأثروا من جراء الحرب، النزوح واللاجئين إلى غير ذلك من الملفات المهمة جدا، والتي بلا شك يخشى الشارع السوداني أن تخرج عن سيطرة الاتفاق المزمع توقيعه في 17 من الشهر الجاري ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد العربي مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم، على كل هذه المعلومات وكذلك ردود فعل الشارع السوداني تجاه اجتماعات الأطراف السودانية في القاهرة.